الله عز وجل ما كيحيد شيء إلا وكيزيدك أشياء، يعني طاقة في أشياء أخرى. في هذا العدد الجديد من برنامج معهم حيثهم ننفتح على تجربة مبتورية الأعضاء وكيف يندمجون في حياتهم اليومية، ما هي انتظاراتهم وكيف يعيشون حياتهم اليومية، كيف يقبلون على الحياة، ما هي هواياتهم وطموحاتهم، رسائل من بين أخرى ضمن هذا الربورتاج من معهم حيثهم. الحمد لله، يعني الازدياد بهذه الحاله بدون يدين هو اللي كيعطيني ميزه ايجابيه، يعني في انني نقدر نستعمل الارجل ديالي في يعني في عده امور في الحياه ديالي، وبالتالي هذه يعني هذه الحركيه او هذه يعني تعودت انني نستعمل الارجل ديالي، فهي بالممارسه، فاي حاجه ممكن تكتسب بالممارسه، فهذا هو الان. تشكل تجربة عبد النور ورفقائه من مبثوري الأعضاء تجربة فريدة وممتعة، فهم يعيشون بيننا ويتأقلمون مع غياب أعضاء حيوية من أجسادهم، يقبلون على الحياة ويمارسون أنشطتهم بكل حرية دون أن يأبهوا لنظرات الآخر تجاههم. هم أشخاص فقدوا أحد أعضائهم إما بالولادة وإما بحادث عرضي، إلا أنهم يجدون في رياضة الباراتيكواندو مجالا للتألق والإبداع. هاد الاشخاص ماشي هما فقط ذوي احتياجات خاصه كيحتاجوا وكيعولوا على الناس او لا معاقين، يعني كتعيقهم مجموعه من الظروف ولا كتعيقهم مجموعه من الامور، او لا معوقين يعني كيعيقوا هما الاخر كما جمع المصطلحات اللي تداولت، وانما هادو اشخاص اللي عندهم قدرات، لان بالتالي كنفضل اننا نناديهم بالاسم الايجابي، علاش نناديهم باسم سلبي؟ كنت في الاول صراحه الله كان عندي واحد النظره، كنت كنشوف واحد الشخص ناقص كيبقى فيا، ولكن دابا لا، يعني بحكم التقرب ديالي ديال عبد النور والصداقه اللي بيني وبينه وسميتو، يعني الوقت اللي دوزت انا وياه، فبقى كيبان لي شي شخص يعني ناقص عليه شويه، الا كان عنده واحد النقص اللي هو صغير شويه ماشي بحال عبد النور، كيبان لي انا هذاك راه زايد بزاف، لان عبد النور حيد لي داك الشك ديال انه واحد الشخص كتشوفه من الاشخاص ذوي القدرات الخاصه كتشوفه واحد النقص. عبد النور حيد لي داك الشك، لان عبد النور تبارك الله كيبان لي انا كامل حدايا مع جنبي، كيبان لي كامل رغم يعني انني مبتور الرجل اليسرى، ولكن هذه الرياضه هي رياضه جديده في المغرب، وكانت يعني التطور ديالها مع هذا الفريق في 2012 بعد تاسيس الجمعيه، الحمد لله يعني التسميه ديال ذوي القدرات الخاصه اسم جديد واللي اصبحنا تنتداولوه دابا في خلال العروض ديالنا. باراتيكواندو بصفه عامه حولتني من واحد الشخص اللي هو يعني شخص غير حركي الى شخص حركي او ديناميكي، يعني هذه الرياضه ديال التايكوندو والباراتيكوندو اول الاشياء اللي تيعتمد عليها هي كيفيه الدفاع عن النفس، وان الانسان القدرات ديالو تيحاول يخرج القدرات ديالو للوجود بعد ما كانت دفينه، او بعد الناس اللي تيبقاو راهينين للاعاقه ديالهم اللي تعرضوا ليها في وقت من الاوقات، ولهذا تنمارسوا هذه الرياضه ديال التايكوندو والباراتيكوندو من اجل تحدي هذه الاعاقه والخروج بالقدرات ديالنا الى الوجود. هي عروض رياضية في إطارها الإنساني، في قالب إنساني، يعني كنحاولوا من خلال العرض نقدموا عدة عروض مع عدة رسائل إنسانية كتهبط في عدة يعني دي بوندرول لافتات
في وسط العرض، وكذلك رفع الرايه المغربيه كذلك في عده محافل دوليه، لان كتكون الرايه المغربيه جنب الرايه الدوله اللي مستضفينها وكنزلوها على شكل تيفو او على شكل يعني لافته، وكذلك الرسائل كتكون مكتوبه باللغه ديالهم او باللغه ديالنا على حسب الدوله فين كاينين، رسائل انسانيه واننا يعني معا لابراز قدراتنا، معا لتغيير مفهوم الاعاقه، يعني هذه كلها رسائل انسانيه، يعني حنايا كنقدموا عروض خدمه للانسانيه. رياضه التايكواندو ماشي هي يعني خاصه، رياضه التايكواندو للجميع، لا للاشخاص ذوي القدرات الخاصه ولا للاشخاص القليل ديال المصطلح ديال الاسويه، راه الكمال لله ما كنقولوش يعني حتى شي واحد ما ساويت. انا ما كنتش نقول راه المعاقين غيبداو ينقزوا ويضربوا الحركات، هي تشول ابشاغي تشاغي ناري تشاغي شي حوايج اللي تنشوفهم تنقول ما يمكنش يديرهم، ولكن من اسسنا هذا الفريق في 2012 بان ان كل شيء سهل، ومع التحدي والاصرار للاشخاص ذوي القدرات الخاصه كل شيء ممكن وكل شيء سهل. فاش تتمارس هذه الرياضه هذه وتتولي ديناميكي، يعني الاشخاص المحيطين بك واللي تيمارسوا نفس الرياضه يعني تيحاولوا يبدعوا ويحاولوا يحفزوك وتحفزهم، لان تيكون في اطار تحدي، لان غير من خلال الاسم، الاسم ما جاش من فراغ، جمعيه التحدي والاصرار، يعني اننا نتحدى المستحيل ونصر على اثبات وجودنا. وصراحه هو ماشي متنفس، هو اولا دفاع النفس، يعني وليت شجاع بزاف، وثانيا هو متنفس، علاش تخرج حركات اللي ما انت ما عارفهاش داخل ديالك، يمكن لك تتحدى راسك وتتحدى الصعوبات والحواجز، يمكن لك دابا تنقص 3 4 2، المهم تتخلق هذاك التحدي وتتصر على الحركه. لا تخلو رياضه الباراتيكواندو من بعض المشاكل والصعوبات، فالفريق الاستعراضي لذوي القدرات الخاصه لطالما اشتكى من ممارسات يعتبرها اقصائيه في حقه، الا ان هذه الممارسات حسب هؤلاء الافراد لا تزيد الفريق إلا إصرارا وتقدما. كاين طاقة دافينة، كل واحد عنده طاقة دافينة، خاصنا نخرجوا الطاقة دافينة باش نطوروا لهذه الرياضة ونطوروا خدمة للإنسانية، ولكن صراحة هذه الطاقة الدافينة اللي تنحاولوا نطوروها تتلقى عدة حواجز، هناك عدة مسؤولين اللي على هذه الرياضة ديال التايكواندو يريدون إقبار هذا الفريق. بدينا كنقدموا عروض وطنية في عدة مدن بالمغرب، وبعد ذلك تلقينا دعوات دولية لا من كندا ولا من ألمانيا ولا من جزيرة أوروبا في 2013، ولكن للأسف في غياب دعم المادي ما قدرناش نمشيو، ولكن بدات أول مشاركة دولية في 2014 في يناير 2014 بمدينة صفاقس التونسية. برا التايكواندو عندهم فهم خاص وتحكيم خاص، هو نفس تقريبا كاين نفس الحركات نفس لونطريمان نفس يعني في كل شيء، تيبقى اختلاف في التحكيم، من تنجيو التحكيم برا التايكواندو ما يمكنش لك تضرب الراس، جل عكس التايكواندو يمكن لك تضرب الراس، هذا هو الاختلاف اللي كاين. وكاين الحالات هما فيهم عندهم K41 و42 و43 و44، K41 هو يعني مبتور الايدي اللي ما تيكونش عندهم العضل كامل يعني مبتور الايدي، و42 اللي كيكون عنده يعني واحد اليد كامله وواحد اليد مصوره فوق يعني فوق المرفق ناقصه، ما تيكونش عندها الثلث ديال الربع ديال العضد، و43 تيكونوا اليدين بجوج من تحت المرفق ناقصين يعني متصورين، و44 كتكون عنده واحد اليد متصوره من يعني من لتحت ما فايت المرفق. لا تختلف تجربة عبد النور ورفقائه بمدينة مكناس عن تجربة إكرام بكير بمدينة فاس، تجربة فريدة لشخصية ناضلت رغم ولادتها بدون يدين واستطاعت أن تحول مستقبلها من ظلم إلى نور مضيء لكل العائلة. من تنشوفها تنشوف الطموح وأنها تقدر توصل أي حاجة بغاتها. لا تختلف قصة إكرام عن نظرائها في مدينة مكناس، فإكرام وجدت في تجربتها متعة أخرى إذ لم تستسلم لغياب اليدين وتابعت دراستها بكلية الحقوق، كما فتحت لنفسها مشروعا صغيرا في محاولة منها للانفتاح على عالم التجارة. الإعاقة ما تنشوفهاش نقص،
كيف ما تيشوفوها الناس الاخرين بقد ما انا تنشوفها واحد نقطه اللي تتميز الناس لنقطه اختلاف. والحمد لله انا تنحمد الله ونشكره حيت ميزني بها وعطاني عطاني القوه باش نقدر نواصل المشوار ديالي لا في الدراسه وفي الحياه بصفه عامه. ملي تزادت في الاول صعيب صعيب باش نوصف لك، ما نقدرش نوصف لك، ولكن ملي جاب الله وقرات بحال اللي كانت عندي شي حاجه على كتابي حتى قرات والله الا حطيتها بحال اللي كانني حطيتها في الارض، فهمت؟ مثلا ديك الساعات وانا تديني تتهزني فوق هي، فهمت؟ من الابتدائي حتى لدابا. الناس كلهم تيقولوا لي الحمد لله وشكر لله، يعني منين تيشوفوا القصه ديالي او لا منين تيشوفوا الحاله ديالي ما تزيدهم هذا الا عزيمه واراده وتشجيع انهم يزيدوا مازال القدام. واللي تيكون مثلا كل واحد فينا تيوصل واحد الوقت انه تيعيا، تيجيوه دي بيريود في حياته اللي بصح تيعيا فيهم. الحمد لله ملي تشوفوني الناس تنحفزهم وتنخليهم يزيدوا القدام، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. إكرام تنشوفها واحد الإنسانة طموحة اللي هي تبغي تحقق الأهداف ديالها، ماشي تتبقى جالسة وتتسنى شي واحد يجي يقول لها يلا تمشي نصايب لك شي حاجة ولا يلا تشوفي هذا الهدف نحققه لك، لا تتنوض تتسول تتقلب، يعني ما تشدش يديها وتجلس، لا هي اللي تتحقق ذاتها بنفسها. المتتبعين ديال البرنامج ديالكم والناس بصفة عامة، أنه كيف ما سبق وقلت الانسان كيف ما بغى يكون لا سيتوياسيون اللي هو فيها، كيف ما بغى تكون الحاله ديالو، راه الا عنده العزيمه والاراده ودار واحد البرنامج وسطرو ومشى عليه بخطه ثابته راه كونوا اكيدين انه غادي يوصل. نخليو ديما الامر في الله سبحانه وتعالى ونحمدو ونشكرو على داك الشيء اللي عطانا، وبديك الشيء اللي عطانا راه غنقدروا نوصلوا، حيت كل واحد فينا عنده حوايج اللي داخل دي فالو غاجوتي ديالو، شي القيمه المضافه ديالو اللي ما عندش واحد اخر، والا طلعها راه غادي يخرجها بلوتو، راه غادي يقدر يعطي بزاف ديال الحوايج. اللي بغيت نوصل لكم اني افتخر بكرة صافي قدرش كنت